مساء الخير. لا توجد استطلاعات رأي يمكن أن تحدد حجم شعبية الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة، لكن المؤشرات بتؤكد، أو هكذا أراها، أن هذه الشعبية الجارفة التي كانت موجودة في 30/6/2013 و30/6/2014 قد تراجعت بشكل كبير جداً. الشعبية كانت قد وصلت في السنوات الأولى قبل أن يتولى الرئاسة وفي بداية الرئاسة إلى ما يمكن أن يسمى باللغة الإنجليزية كالت، مش عارف كالت ممكن تترجم إيه، لكن يعني شيء كده من الانبهار بالشخصية اللي بتتحول صوره إلى صور على التيشيرتات وتماثيل صغيرة، وتسمى بعض الأكلات باسمه، والحلي كتير جدا، وتوضع على الكيكس. فكانت شعبية جارفة لا تخطئها عين، وتكادت أن تنحصر المعارضة فيه في جماعة الإخوان المسلمين فقط، لأنه أطاح أو تولى أو قاد عملية الإطاحة برئيسها الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013. الشعبية دي المؤشرات الآن زي ما بقول لحضركم، ما أقدرش أقول تراجعت بقد إيه، لكنها واضح أنها متراجعة، ولأول مرة في 25 إبريل الماضي تخرج مظاهرات لا تنفرد بها جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها تخرج في بعض وميادين وشوارع مصر المختلفة اعتراضا على بعض سياساته وقراراته، وتعالت بعض الأصوات حتى وإن كانت قليلة تطالبه بالنزول عن الحكم أو بمغادرة منصبه. المظاهرات اللي 25 إبريل دي لازم يتوقف عندها الرئيس، ونتوقف عندها بشيء كتير من التحليل. شرارة الغضب معروفة وأشرنا إليها في الحلقة الماضية، وهو إعلان الحكومة المصرية في بداية الشهر دوت أثناء زيارة الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية باعتبارهما جزيرتان سعوديتان كما سبق وأشرنا. دي شرارة الغضب. إنما الأسباب الحقيقية في تقديري هم سببين أساسيين ومعاهم أسباب فرعية. السبب الأساسي زي ما قلت لحضراتكم برضو في الحلقة السابقة، هو مش إعادة الجزيرتين بحد ذاته، لأنه على وجه اليقين لو كان تم التمهيد لهذا القرار بشفافية كما سبق وذكرنا، ما كان يمكن أن تحدث هذا الأثر البالغ من الرفض. والدليل على كده إن مركز بصيرة، وهو مركز متخصص في استطلاعات الرأي، أجرى استطلاع منذ عدة أيام كانت نتائجه 23% يرون أن الجزيرتين سعوديتين، 30% شايفينهم جزر مصرية، لكن الأهم من الرقمين أن 38% من المصريين معترضين ورافضين للطريقة التي تعاملت بها الحكومة المصرية مع هذا الملف. طبعاً الأمور اللي من نوعية الخلافات على الحدود وترسمها ما بيتمش باستطلاعات رأي في الشارع، وعلشان كده كون ان في 23 شايفين ان دي مصرية، الحقيقة ده في حد ذاته مش مهم، ان 30% او 23 شايفين ان هي سعودية مش مهم، 30% شايفين ان هي مصرية برضو مش هو ده المهم، لأن الأمور دي بتحسم بالوثائق والأدلة، وأحيانا أو في كثير من الأحيان بالتحكيم الدولي، وهو ما لم يتم. بالمناسبة قبل ما أترك مسألة تيران وصنافير، لأن كثير من أصدقائنا اللي بيتابعوا القناة بعضهم عبر عن غضبه، لأن أنا في الحلقة اللي فاتت لم أتطرق إلى حقيقة ملكية الجزيرتين، وقد فعلت ذلك عمدا حتى لا أنضم إلى طابور طويل من الغافلين والمضللين أو الناس اللي ما عندهاش فكرة، اللي مصرة أنها تبدي رأيها في أي شيء حتى وإن لم تكن تعلم. أنا لا أعلم، ليس لدي من الوثائق ما يمكن أن يثبت لي هذه الجزر سعودية أو مصرية، وبالتالي لم تكن هذه قضيتي. كنت وما زلت أقول هذه قضية يحسمها المتخصصون، ويحسمها أهل الرأي، ويحسمها المسؤولين في البلدين. أنا كانت مشكلتي زي مشكلة 38% من المصريين اللي استطلعت أراهم من مركز بصيرة، هي في الطريقة. طيب، علشان حتى لا نعود مرة أخرى إلى قضية تيران والصنافير، أنا بقول إن السبب الحقيقي لمظاهرات 25 إبريل الماضية هي الغضب من طريقة التعامل، هذا رقم واحد. طريقة التعامل ديت جزء من قضية كبيرة
ما هيش isolated case، ما هيش حالة معزولة. ده مؤشر على فكرة خروج الشعب إلى حد ما من حسابات النظام. الخروج الشعب من حسابات النظام تماما كما كان الوضع أيام مبارك له عدة مؤشرات أخرى، ليس منها فقط هو عدم الاهتمام برد فعل الشعبي فيما يتعلق بالجزيرتين، لا، ده احنا عندنا حاجات كتير. أوضحها مثلا قانون المظاهرات. قانون المظاهرات اللي هو مسمينه قانون تنظيم التظاهر السلمي، الحقيقة تحول إلى وسيلة لمنع أي وسيلة للتظاهر، لا سلمي ولا غير سلمي. الأسوأ من كده، يا ريت الحكومة بتمنع كل التظاهرات على إطلاقها، تبقى العملية الجميع مقموع في منازلهم، لكن ده احنا بنشوف إن الحكومة مرتبكة في القصة دي، فأحيانا تسمح للمظاهرات تخرج، في الغالب بتكون مؤيدة بدون لا تصاريح ولا موافقات، وأحيانا ترفض مظاهرات أخرى، فالمسألة يعني لا تدار بشكل واضح. طيب، أدي قانون منع المظاهرات وليس تنظيم المظاهرات. الأمر الثاني، التعسف في إصدار الصحف وفي القنوات، الصحف تحديدا يعني، ووسائل التعبير عن الرأي المختلفة. المفروض أن القانون والدستور المصري بيقول أن بعد 30 يونيو أن إصدار الصحف مجرد الإخطار، لكن واقع الأمر على الأرض أو حقيقة الأمر على الأرض أن إصدار الصحف الآن أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه أيام مبارك، فأصبح فيه صعوبة شديدة جدا، والصحف القائمة هي مضطرة إما راغبة أو مضغوط عليها، وقليل منها مقتنع بدعم الحكومة، ورغم كل القصة دي، رغم التضييق على الصحف وعلى الإعلام وعلى بعض النشطاء، حتى مع كل هذا التضييق فالرئيس بيعتقد أنه لا يحظى بالدعم الكافي من وسائل الإعلام، وطوال الوقت وفي كل أحاديثه يشكو من عدم دعم الإعلام له. الحقيقة إنه مش بس كده، ده احنا بنشوف انه احد اعراض خروج الشعب من المعادلة بشكل تدريجي هو اختفاء كل الاصوات المعارضة او حتى غير المؤيدة او غير المتحمسة في التأييد. فبنشوف كل الاصوات اللي كانت موجودة بعد 30/6، طبعا بدأنا بجماعة الاخوان المسلمين لاسباب مفهومة، لكن حتى بعد كده كل ما يمكن ان يسمى بتحالف 30/6 تقريبا اختفى. أين محمد البرادعي؟ أين حزب النور؟ أين عدد كبير جدا من الكتاب اللي كانوا داعمين للرئيس السيسي ثم اختفوا لمجرد أنهم اختلفوا مع الرجل أو مع الحكومة؟ الحقيقة أن في كتير من مظاهر لم يبقى تقريبا يعني من المؤيدين بشدة، طبعا المؤسسة العسكرية، لأن دي مش بتدعم الرئيس السيسي بس، دي بتدعم قوام الدولة كله على بعضه، لكن لم يتبقى إلا القليل من هؤلاء الناس. بالمناسبة، موقف حزب النور في 25 إبريل يستحق منا التوقف. ليه يستحق منا حزب النور؟ مش لأنه حزب كبير بس، لأن ديت كانت من المواقف القليلة 25 اللي كانت تحتاج واللي كانت تقتضي أن حزب النور يكون في الصورة لسببين. أولا، لأنه حليف للرئيس السيسي في 30/6 و 3/7 زي ما كلكم عارفين، وخد موقف واضح جدا من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ودعم الجيش ودعم المعارضين لجماعة الإخوان. كمان في نفس الوقت هو حليف قوي جدا للمملكة، تقليدي للمملكة العربية السعودية، باعتبار أن أفكاره وأراؤه هي أقرب ما تكون إلى الفكر الوهابي اللي منتشر في المملكة العربية السعودية، وكثير من الأحزاب السلفية زي الحزب النور مثلا بيحظى بدعم سواء مالي أو بدعم أدبي من المملكة العربية السعودية. الحزب ده قرر أنه ينأى بنفسه تماما، تقريبا بنفس الطريقة اللي عملها مع الرئيس محمد مرسي في أواخر أيامه، في مؤشر لخروج حليف جديد للرئيس المصري عن على الأقل دائرة التأييد القوية. الكلام اللي أنا بقوله مجتمع ده هو عنصر أساسي أو عنصر واحد. في عنصر تاني لغضب الناس محدش بيتكلم عنه، دايما موجود في الخلفية بس لا يذكر، يعني الناس اللي خرجت اتكلمت عن تيران وصنافير، لكن أسباب الغضب الحقيقية بتذهب كمان أو بتذهب أيضا إلى البعد الاقتصادي. أحد أسباب دعم الناس للرئيس السيسي في 30/6/2013 و3/7 كان حاجتين، كان دقهم الشديد، كان رغبتهم في أنه الأمور تعود، الأمن يستتب مرة تانية وتعود الأمور كما كانت عليها بعد فترة طويلة من الاضطرابات،
وكان الأمن مش بس لأنه الأمن شيء أساسي ومطلب أساسي لكل البشر، ولكن كمان عشان الأمور تتحرك وبتبتدي تدور العجلة ثم تعود النشاط الاقتصادي وتفتح كتير من أبواب الرزق اللي كانت مغلقة أو كانوا بيتصوروا أنها مغلقة بسبب الاضطرابات. الواقع أنه اللي حصل حتى هذه اللحظة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية أن التحسن الاقتصادي محدود جدا جدا، وده ليه أسباب كتيرة لا يتحملها الرئيس السيسي وحده، لكنه واحد وحكومته واحد من الأسباب المتسببة في هذا التراجع الاقتصادي، أو على الأقل هم عاجزون عن إحداث طفرة واضحة. المؤشرات بتقول أنه على سبيل المثال احنا لو حبينا نوجز كده، احنا مش هنتكلم على عجز الموازنة المستمر ولا على الدين العام ولا هنتكلم على احنا هنتكلم على مؤشرات ابسط بكتير. احنا بنتكلم على معدلات بطالة الارقام الرسمية بتحطها ان هي اكتر من 12.8 من 10، يعني عندنا حوالي 3.5 مليون عاطل مصري في 2015، بيمثلوا دول نسبة كبيرة جدا، بتمثل حوالي 12.8 من 10 من إجمالي إيه؟ من إجمالي قوة العمل، قوة العمل اللي هي 27 مليون مصري. إحنا بنتكلم على معدل نمو اتعمل متوقع السنة دي، الحكومة توقعت معدل النمو، وبالنسبة للناس اللي هي مش متابعة اقتصاد أو ما بتستوعبش الأرقام الاقتصادية بسهولة، معدل النمو كده نقدر نقول يعني زي نسبة زيادة الدخل بالنسبة للفرد. فلو دخل حضرتك 1000 وانت هتزيد بنسبة 4%، يبقى هتزيد 4% عن السنة الجديدة، أو 7% أو 10%. معدل النمو اللي كانت الحكومة بتتوقعه في السنة القادمة اللي هو 2000 اللي أسف السنة الحالية كانت بتتوقع 5، ثم تراجعت وقررت إن هي مش هتقدر تحدد هذا المعدل، ووزير التخطيط المصري قال والله دي كانت مجرد توقعات، والتوقعات ليست قرآنا ولا إنجيلا، احنا مش هنقدر نحقق 5%، هم 4.2، هم 4.5 من 10. صندوق النقد الدولي قال له والله ولا حتى 4.5 من 10، انتوا اكتر حاجة ممكن تحقق مصر السنة دي هي 3.5%. مصر محتاجة على الاقل 7% ولعدة سنوات متتالية علشان الامور تتحسن والاقتصاد يبتدي او النمو الاقتصادي يبتدي يشعره كل مواطن بسيط موجود في البلد. الاسباب كتيرة، سياحة شبه متوقفة، استثمارات الصادرات متراجعة بشكل كبير، قناة السويس كمان نتيجة وجود ركود على في التجارة العالمية عوائدها ليست كما كان يرجى منها. أضفوا إلى كل ده مؤشر أبسط برضو من كل المؤشرات اللي ذكرتها، وهو انفلات الأسعار بشكل يعني طاحن للغالبية العظمى من الشعب، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض غير مسبوق في قيمة الجنيه المصري اللي وصل قيمته الدولار الواحد في الفترة الأخيرة في السوق السوداء لما يعادل 12 جنيه مصري، 12 جنيه مصري للدولار، والحكومة إما غير جادة في محاربة الغلاء أو عاجزة عن محاربتها والسيطرة عليه. الأهم من كده أن الحكومة الحالية زي الحكومة السابقة وزي حكومات استمرت تقريبا من بعد الانفتاح الاقتصادي من أيام الرئيس السادات ومع بداية عصر مبارك، عاجزة عن استقطاب استثمارات أجنبية كافية، رغم أن كل الحكومات اللي تتابعت أيام مبارك والحكومة الحالية كلها بتركز على نفس الشيء، محاولة إغراء المستثمر الأجنبي بكل الطرق اللي بيعتقد أنها ممكن تجذبه، زي الحوافز الضريبية، زي البنية التحتية، كباري وطرق وكل الكلام ده صحيح، بس دايما هذه الحكومات بتغفل العنصر اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. المستثمر مش بيجي بس، كل دي عوامل كويسة، انت تعمل كباري وتعمل طرق وأنفاق وكل ده جيد جدا، انك تعمل حوافز ضريبية كل ده جيد جدا، لكن السبب الأساسي اللي بيجذب المستثمر لبلد ما هي فكرة الاستقرار، مش الاستقرار الأمني بمعنى ان الأمن يقمع المظاهرات، ولكن الاستقرار في البنية التشريعية، الثقة في الحكومة، الوضوح والشفافية، اطمئنان المستثمر الى انه هيجي النهاردة على قواعد واضحة، حتى وان كانت الحوافز ما فيش حوافز ضريبية، حتى وان كانت فيه صعوبات أمنية، لكن الامور واضحة. كل اللي احنا بنقول عليه دوت، علشان كده حتى
انا قلت لحضراتكم ان بلد زي الولايات المتحده لما السعوديه هددتها من اسبوعين ثلاثه ان هي هتصفي استثمارات ب 750 مليار دولار، ما حصلش رده في السوق الامريكي ولا حاجه، لانه عارفين كويس جدا اولا السعوديه لو باعت 750 مليار دولار الخسارة هتلحقها أكتر من الولايات المتحدة، وإذا باعت السعودية سوف تجد من سوف يشتري. اضطرابات قليلة لكن التأثير يكون على البائع وليس المشتري، لأن السوق الأمريكي بما فيه من شفافية واستقرار ووضوح ونضوج هو ده اللي بيجذب المستثمر، مش كل هذه الإجراءات الشكلية اللي بتركز عليها الحكومات المصرية فقط. الوضع في مصر بيزداد سخونة بسبب هذين الأمرين. الوضع الأولاني أذكركم به مرة تانية هي فكرة الانسداد الأفق السياسي اللي هو كان اتسم به عصر مبارك إلى حد كبير. الأمر الثاني هو ضعف النمو الاقتصادي، وبالمناسبة الرئيس السيسي بالشكل ده بيرتكب خطأين ارتكبهم كل من الرئيس السادات ثم الرئيس مبارك. السادات ارتكب خطأ كبير جدا انه جه في سنة 78 و79 وكان يعتقد انه يرى ما هو صحيح للشعب المصري بإبرام اتفاقية السلام. السادات لم يكن رجلا عميل، كان رجل رئيس مصري وطني يعتقد انه يفعل افضل شيء يمكن لبلده، وكذلك الرئيس السيسي، لكن من وجهة نظره مش مهم رأي الشعب، واضطر عشان يمرر اتفاقية السلام انه يعمل الاعتقال ويعمل القمع في اصحاب الرأي والصحفيين والرافدين اعتقادا منه ان هذا هو السبب وانا اضرب منكم به، وكانت النتيجة كارثية بالنسبة له ولنا. الامر الثاني نفس خطأ الرئيس مبارك هي فكرة برضو اخراج الشعب من المعادلة، بفكرة ان انا اتفق الاول وارى وخطط ما ارى بما فيهم عملية التوريث، ورأي الشعب مش مهم، رأي الولايات المتحدة مهم، رأي اسرائيل مهم، رأي الدول العربية ممكن يكون مهم، رأي النخبة، رأي المؤسسة العسكرية يجوز، انما رأي الشعب مش مهم قوي. وهذان خطأان كبيران اتمنى أن يعي لهما الرئيس المصري وحكومته قبل أن تسيء الأمور. في تعبير باللغة الإنجليزية مهم قوي جاي من العهد القديم، لما شخص يحدق به الخطر ولا يستطيع أن يراه يقولوا له you cannot see the writing in the wall، مش قادر يشوف الكتاب على الحيطة اللي هي نذر الخطر. وأعتقد أن حتى هذا الوقت لا الحكومة المصرية ولا الرئيس المصري قادران على رؤية الكتاب على الحائط. أشكركم، ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله.